أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من تحت الضوء. كيف يمكن قراءة مستقبل العراق والصورة التي سيكون عليها المرحلة المقبلة في حين لا يزال شبح العنف وعدم الاستقرار يخيم على المشهد العراقي، وكذلك نذر التدهور المستمر على جميع الصعد تلوح في الأفق في ضوء تصدر سلطة الأحزاب والميليشيات المشهد فيه، رغم وجود لافتات المرشحين التي ترسم صورة وردية في العراق على عكس الواقع. فهذا مركز أبحاث السياسة الأمريكي والعالمي يؤكد في تقرير له أن دور الميليشيات سيكون رئيسا في الانتخابات المقبلة، رغم أن الدستور في العراق ينص صراحة على عدم السماح للميليشيات بالمشاركة في الانتخابات. يشير المركز أيضا في تقريره إلى محاولة الميليشيات تشكيل أحزاب تخولها السيطرة على المشهد السياسي، إضافة إلى سطوتها العسكرية. نتساءل في هذه الحلقة عن ملامح المشهد العراقي خلال هذه المرحلة، وما الفرق بين دولة المؤسسات ودولة تتسيد فيها الميليشيات والأحزاب، وما هي العوامل التي أسهمت في تثبيت ركائز نفوذ الأحزاب السياسية في العراق، وإلى أي مدى تكونت صورة المشهد العراقي المستهدفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد 15 سنة من احتلال العراق. كذلك نصف في هذه الحلقة الواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي العراقي في ضوء الواقع السياسي. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو قرداغي، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ شاهو. مرحبا، حياكم الله. أيضا عبر الهاتف أرحب بالأستاذ مازن التميمي، الباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ مازن. اهلا وسهلا، حياك الله اخي العزيز. اهلا بك. ايضا ارحب بالدكتور قحطان الخفاجي، الاكاديمي والباحث السياسي واستاذ العلوم السياسيه. اهلا بك استاذ، حياك الله اخي العزيز وضيوفي الكرام. اهلا بضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، نشاهد معا هذا التقرير ثم نبدا الحوار، كونوا معنا. على أبواب الانتخابات البرلمانية القادمة لا يزال شبح العنف واللاستقرار والطائفية يخيم على العراق، رغم تصريحات ولافتات المترشحين التي تقول عكس ذلك. مركز أبحاث السياسة العالمي الأمريكي أكد في تقرير له أن دور الميليشيات سيكون رئيسيا في هذه الانتخابات، رغم أن الدستور في العراق ينص صراحة على عدم السماح للميليشيات بالمشاركة في الانتخابات، وهي حيثية التفت عليها بتشكيل أحزاب سياسية مقابل صفقة مع حيدر العبادي لضم هذه الميليشيات إلى القوات الحكومية. هذه الصفقة بحسب المركز سببت العديد من المشاكل للعبادي الذي كان ينوي استثمارها كدعاية انتخابية له، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من ضم تلك الميليشيات للقوات الحكومية أو حتى نزع سلاحها. ويشير المركز الأمريكي إلى أن خطورة تلك الميليشيات تأتي من أنها لا تحمل مشروعا عراقيا، وأقسم العديد من قادتها كهادي العامري وأبو مهدي المهندس على الولاء لإيران في وقت تريد استغلال نحو 160 ألفا من مقاتليها وعائلاتهم في الانتخابات لقاء استمرار رواتبهم في الميليشيا التي باتت مؤسسة حكومية تتمتع بالهيمنة والنفوذ. ولاء حصلت فيه ميليشيات بدر بانتخابات عام 2014 جراء تحالفها مع نور المالكي الذي يفاخر بأنه من أسسها، حصلت على 22 مقعدا في البرلمان، ثم ما لبثت أن عينت مثنى التميمي محافظا لديالا، ثم استعرضت عضلاتها بتدمير العديد من المدن السنية بحجة الحرب على تنظيم الدولة. وأخيرا وليس آخرا، مشاركتها في القتال في سوريا إلى جانب نظام الأسد كامتداد لمشروع إيران في المنطقة. أمام هذا النفوذ يقول مركز أبحاث السياسة العالمية الأمريكي إن أعضاء البرلمان القادم في العراق سيكونون ممن ارتكبوا جرائم حرب وستكرس الطائفية، إذ أنه لم يعد سرا طموح المالكي للتحالف مع قادة الميليشيات للعودة إلى صدارة المشهد السياسي في بلاد تعبت من العنف والطائفية. إذن أبدأ معك أستاذ شاهو قرداغي، يعني كيف تصف ملامح المشهد العراقي خلال هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة قد نبدأ النظر إلى ملامح العراق الحالي بتقييم الجنسية العراقية التي أصبحت ثالث أسوأ جنسية على مستوى العالم، وسابقا بغداد كانت أسوأ عاصمة في العالم، وقبلها الخطوط الانترنت من ناحية الانقطاع أسوأ خطوط على مستوى العالم. بالتالي نرى أن العراق وصل إلى
منافسة الدول المتخلفة التي كانت موجودة في السابق والتي لا تمتلك أي موارد طبيعية كالنفط والغاز، بينما العراق يمتلك كل هذه الموارد، ورغم ذلك وصل إلى القاع بسبب السياسات الخاطئة التي مارسها الأحزاب السياسية الموجودة على السلطة منذ 2003. العراق اليوم للأسف عراق منهك تماما. العراق اليوم خرج من حرب على الإرهاب، ولكن لم يستقر الوضع بسبب وجود الميليشيات المسلحة. نحن سابقا كان لدينا تنظيم داعش الإرهابي فقط، اليوم رغم عدم انتهاء داعش ورغم الشعارات التي رفعها الحكومة العراقية إلا أنه تهديد مستمر، وأيضا عندك أكثر من 70 إلى 80 ميليشيا مسلحة لديها قوة وشرعية دينية طائفية ولديها الصلاحيات الواسعة أكبر من صلاحيات القوات الأمنية، وتحت غطاء الحكومة تقوم بممارسات ميليشياوية، وبالتالي الفوضى إلى الآن مستمر. طبعا المراكز الدولية تؤكد أن الظروف الحالية هي نفس الظروف التي كانت موجودة 2014 والتي تسببت بما حصل من تسليم المدن السنية وتدميرها لاحقا. الآن المدن العراقية تعاني من التدمير والخراب، ونحن نرى أن الموصل التي تم تدميرها بشكل سريع إلى الآن لا تلقى أي اهتمام من قبل الحكومة العراقية، والجثث إلى الآن موجودة في الشوارع. من الناحية الاقتصادية عندك عجز في الميزانية بمعدل 13 تريليون دينار عراقي، وفي الربع الأول من هذا العام بموجب تقرير للجنة المالية للبرلمان العراقي وصل الديون الموجودة على العراق، الديون الخارجية على العراق 131 مليار دولار، وبالتالي عندك دولة أيضا على حافة الانهيار الاقتصادي. هذه العوامل كلها اجتمعت حاليا، عوامل الميليشيات التي تعتبر عابرة للحدود. نحن لدينا الآن دولة ليس لديها سيادة بل هي خاضعة لإيران. كيف؟ عن طريق إما الميليشيات. نحن رأينا أن إيران تستخدم هذه الميليشيات للتدخل في سوريا ومساندة النظام السوري، وأيضا قبل أسبوع حصل زيارة لمسؤول إيراني للعراق، بعدها مباشرة قرر العبادي مشاركة سلاح الجو العراقي في قصف مواقع لداعش داخل سوريا، وبالتالي حتى الحكومة جاهزة للخضوع للأوامر الإيرانية للمشاركة خارج حدود العراق، وأنت إلى الآن داخل العراق لم تطبق الاستقرار ولم تطبق معايير التي تحقق الاستقرار داخل العراق، فلماذا تريد الخروج إلى خارج الحدود العراقية والتدخل في سوريا؟ وبالتالي لديك دولة ضعيفة لا تستطيع التحكم بسياساتها لا الداخلية ولا الخارجية، لديك نفوذ إيراني قوي، ميليشيات قد تهدد ما موجود وما تم صناعته. طبعا الآن العبادي يتباهى بالتخلص من داعش، ولكن أنت عندك ميليشيات أخطر من داعش، قد تكون ميليشيات طائفية، ولكن إلى الآن لا يوجد أفق لحل هذه المشاكل الموجودة، ويربطون كل الأزمات بالانتخابات على أنها انتخابات مصيرية وسوف تغير الواقع، رغم أن الانتخابات السابقة لم تغير الواقع في شيء. لم تغير أي انتخابات من 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 الواقع العراقي. أرحب بالأستاذ مازن التميمي. أستاذ مازن، يعني الآن العراق، أستاذ مازن معي؟ انقطع الاتصال. أحول السؤال إلى الدكتور قحطان الخفاجي الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور قحطان مرحبا بك مرة أخرى. يعني وضع العراق لم يستقر بانتخابات متعاقبة، لم يتغير أبدا أي شيء في العراق، العملية السياسية باقي كما هي، العراق مديون ديونية خارجية بأكثر من 131 مليار دولار، الوضع في العراق من سيء إلى أسوأ. يعني لماذا لا يراد أو لم يكن يراد العراق أن يكون دولة مؤسسات من وجهة نظرك؟ إذن يعود معنا مرة أخرى أستاذ مازن التميمي. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ قحطان. أستاذ مازن إليك السؤال. تفضل. أستاذ مازن، لماذا يراد العراق أن يكون دولة ميليشيات أكثر مما يراد له أن يكون دولة مؤسسات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. هو أساساً الاحتلال
جزء من مشروعه الذي جاء به إلى العراق هو أن يخلق دولة طوائف وأن يخلق دولة ميليشيات، وبالتالي هذه الميليشيات أساساً عندما دخل الاحتلال هو من سمح لهذه الميليشيات أن تكبر وتنمو وتمدد تتمدد، وبالتالي أكيد الاحتلال لا يريد دولة مستقرة بالعراق، يريد الفوضى مستمرة، وأكثر جهة قادرة على أن تخلق الفوضى وعدم الاستقرار هي هذه الميليشيات الطائفية التي لا تختلف عن داعش، كلاهما مارس الإرهاب ومارس الإرهاب، وبالتالي عندما يوفر غطاء رسمي وشرعي من قبل المرجعية لهذه الميليشيات، أخذت هذه الميليشيات أن تمارس دور أكبر من حجمها، بحيث أصبحت هي قوتها أكثر من قوة الدولة وسلطتها أكثر من سلطة الدولة، وبدليل لديها من السلاح النوعي ولديها من المال ولديها الدعم الخارجي الغير قيادي سواء من أمريكا أو من إيران تحديدا، وبالتالي لذلك نجد أن عدد الميليشيات تجاوز 100 ميليشيا وجميعها مرتبطة بإيران وتمول من إيران وتدعم من إيران، وهي أصبحت صاحبة الفصل والكلمة الأولى بالدولة، وبدليل الآن في بداية قبل بداية الحلقة في الموجز الأنباء من قناتكم أنه الميليشيات اختطف الضابط، فلما الميليشيات لديها القدرة أن تختطف ضابط برتبة نقيب فيما يسمى بالجيش العراقي، فكيف أبناء الشعب العراقي المساكين أن؟ وإحنا لاحظنا كيف كانت هذه الميليشيات تسرح وتمرح وتمارس القتل والنهب والخطف والسجون السرية، فإذا هي يراد بالعراق أن يخضع تحت سلطة هذه الميليشيات لأنها قادرة على أن تنفذ الأجندة الخارجية التي تجعل العراق ضعيفا غير مستقرا قاعدة للإرهاب، وهذا طبعا ما تريده إيران بالتوافق مع أمريكا، وإلا ما استطاعت إيران أن تتمدد بالعراق لولا أن يعطى الضوء الأخضر أو بتلاقي استراتيجي وتقاسم القوات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هذه الميليشيات استفحلت، وبالفترة الأخيرة وفر لها الغطاء الرسمي عندما صدر قانون أن يدمجهم ضمن الجيش العراقي حتى تكون الممارسات الآن إذا عليها اعتراضات كونها ميليشيات من خلال وجودها داخل الجيش فتشرعن عملها بشكل رسمي، ولاحظنا أنه كيف كانت تتصرف في الدور وكيف كانت تتصرف في جرف الصخر وكيف تتصرف في صلاح الدين وفي نينوى، الآن أيضا في نينوى سجون سرية تابعة لهذه الميليشيات تساوم أبناء نينوى حتى أنه يدفعون مبالغ ربما يطلع أو ما يطلع السجن. إذن هذا هو واقع المشهد السياسي في العراق، وأنا أعتقد لا مستقبل تحت ظل وجود ميليشيات، يعني ماكو دولة بالعالم فيها ميليشيات بهذا الحجم وبهذه القوة ويمكن أن يقال عليها دولة، وبالتالي هي ليست دولة بقدر ما هي دولة ميليشيات، هي دولة مافيات، وأنا أعتقد سيبقى هذا المشهد وربما سيكون أسوأ بكثير من الحاضر، لأنه الآن أصبحت حتى زيارة وزير الدفاع الإيراني ولقاء بقيادات الحشد هي رسالة موجهة للعراقيين سواء الأحزاب أو أبناء الشعب العراقي بأنه القادم هم رجال الحشد وتكون الحكومة أو ثقل الحكومة من أبناء الحشد ودعامات الحشد، وإذا كان في الحكومة الحالية هناك قيادات من هذه الميليشيات، لكن أنا أعتقد بالمرحلة القادمة سيكون العراق خاضع بالمطلق إلى سلطة الميليشيات مثلما هو خاضع الآن، لكن ربما سيكون بشكل أكبر وأكثر طالما هناك دعم وتمويل لهذه الميليشيات، وخصوصا هذه حجة ما يسمى بمحاربة داعش أعطت الحجة لهذا الحشد أن يقول نحن من حررنا العراق من الإرهاب، وهم مارسوا الإرهاب قبل أن يطلع داعش على الساحة، كانت هناك ممارسات للإرهاب والقتل من قبل هذه الميليشيات، والآن يتحججون بحالة أنه وجودهم سيحمي العراق، ولكن أنا أرى المستقبل أسود وسيكون مصير العراق أسود طالما هذه الميليشيات موجودة وطالما هذه الحكومة التي زرعها وصنعها الاحتلال وهذه العملية السياسية تحديدا موجودة وجاسمة على صدر العراق سوف لن يتغير، وإذا تغير المشهد فسيتغير للأسوأ مئات المرات. أستاذ شاهو، خلال هذه المرحلة الظرف الحالي ذكرت أنه أقرب لسنة 2014 ومشابه لهذا الظرف، ما مدى خطورة ذلك؟ هل هناك يعني ربما هناك من يتخوف من أن تشابه هذه الظروف ربما ستؤدي بالعراق إلى الانزلاق إلى هاوية حروب داخلية؟
بلا شك أن آخر مقال قرأته للكاتبة بارعة علم الدين في موقع عرب نيوز، تقول الكاتبة أن الظروف التي تمر بها العراق في الوقت الحالي هي نفس الظروف التي مرت بها 2014. كيف نستكشف هذا الأمر؟ نحن نرى أن العراق الآن رغم كلام ورغم تصريحات العبادي بأننا ننأى بأنفسنا عن الصراعات الخارجية، إلا أن قادة الميليشيات وخاصة النجباء وغيرها يؤكدون أننا لن ننأى بأنفسنا وأننا جزء من محور المقاومة والممانعة ضد العدوان الأمريكي ومستعدون لضرب الأمريكان سواء في العراق أو في سوريا. كيف هذا يعني أن هذه الميليشيات مستعدة لإشعال الحرب داخل العراق بمجرد تلقي التعليمات من إيران. نحن الآن لدينا اقتراب من انسحاب أمريكي أو تعديل لشروط الاتفاق النووي مع إيران، وبالتالي قد يشتعل الصراع داخل العراق دون أن يكون العراق جزءا من هذا الصراع. هذا الأمر أيضا يزيد من المخاوف من عودة الفوضى إلى العراق. نحن الآن أنت لديك عدد هائل من الميليشيات، 120 أو أكثر ألف عنصر ميليشياوي. هذه الميليشيات لديها عقيدة طائفية للأسف، تعتقد أن المقابل عدو. نحن رأينا ممارساتهم في الموصل، لدينا رأينا باتجاه العرب السنة، ورأينا ممارساتهم في طوس خرمات وكركوك تجاه الأكراد، وبالتالي هذه الميليشيات أصبحت تشكل خطر على مكونين داخل العراق. وهذا يعني أن الحرب الأهلية، نحن على حافة الحرب الأهلية إذا لم يتم وضع حد لهذه الميليشيات، أو طبعا تم دمجهم داخل القوات المسلحة، ولكن هذا كان اكتساب لي يعني كان إيجابية لهذه الميليشيات بأنها اكتسبت القوة وأصبحت فوق منظومة الأمنية للدولة. ولا أحد المشكلة لا أحد يستطيع أن ينتقد هذه الميليشيات فورا يتهمون باتهام داعش. يعني مركز أبحاث السياسة الأمريكية وهو مركز عالمي قال بأن في تقرير له أخير قال أن الميليشيات لا تحمل مشروعا عراقيا، يعني كيف يستوي ذلك مع المصلحة الأمريكية من وجهة نظرك؟ المقصود بأنها لا تحمل مشروع عراقيا، هم أيضا يؤكدون على هذا الشيء. وآخر مسؤول في الحشد الشعبي يقول قرار حل الحشد الشعبي ليس عند السيستاني ولا عند الحكومة العراقية بل عند الإيرانيين. ونحن إذا نتذكر الأحداث وظهور داعش وبعدها كيف تم تشكيل هذه الميليشيات، نرى أن الأيادي الإيرانية كانت موجودة في هذا الأمر، وبالتالي إذا لم تحمل مشروعا للعراق فإنها لا تهتم باستقرار العراق. ومهما حاول العبادي القفز على هذه الميليشيات واعتبارها ميليشيات تحت سيطرة الدولة، تخرج هذه الميليشيات بأفعال تؤكد عكس شعارات العبادي. وهذا يعني أن التهديد يبقى مستمر، أن رؤوس الأموال والمستثمرين لا يقبلون أن يدخلوا في بيئة مليئة بالميليشيات والعصابات والمافيا. نحن الآن نرى تجاوزات هذه الميليشيات بحق رجال الدولة، فكيف بحق المدنيين والمستثمرين في المستقبل؟ كيف تريد أن تبني مجتمع وتفتح صفحة جديدة والسلم الاجتماعي مع باقي المكونات وأنت لديك ميليشيات متطرفة طائفية ترفض المقابل؟ وهذا يعني أن الظروف التي كانت موجودة في 2014 وتسببت في تدمير الجيش العراقي وسقوط المحافظات نفسها موجودة الآن ولكن بكثرة، لأنه هذه المرة هذه الميليشيات لديها غطاء أنها قوات جزء من منظومة الدفاع العراقية، وبالتالي هي تأخذ الرواتب وتأخذ الدعم من الحكومة العراقية، وبالتالي الحكومة العراقية هي مسؤولة تماما عن أي تصرف خارج القانون يمارسه هذه الميليشيات. وما دامت ساكتة، ما دامت الحكومة العراقية ساكتة عن تجاوز الميليشيات داخل العراق أو خارج العراق، طبعا الحكومة العراقية سمطت بالكامل عن خروج هذه الميليشيات إلى سوريا ومحاربتهم مع النظام السوري، وهذا يعني أنها تقبل بهذه الفكرة، وبالتالي تتحمل الفوضى والعنف الذي سيتشكل نتيجة تصرفات هذه الميليشيات سواء في العراق أو خارج العراق. أستاذ مازن التميمي، يعني ما المصلحة الأمريكية من بقاء العراق على ما هو عليه؟ حتى قبل لا أجيب على سؤالك لا تسمح لي بس عندي تعقيب صغير على سؤالك، أنه هل الميليشيات في العراق ليس لديها مشروع؟ لا، هذا كلام أنا في تقديري أختلف معه. لا، هو مركز الأبحاث، مركز أبحاث السياسة العالمية قال الميليشيات لا تحمل مشروعا عراقيا. لا، لديها مشروع، ومشروعها هو تنفيذ المشروع الصفوي. مشروعها هو
برسنة العراق لخدمة إيران، مشروعها أن يكون أن إيران تحكم العراق والعراق يكون محمية ولاية تابعة إلى إيران، ويكون الحرس الثوري يحكم ويوجه ويرسم خارطة العراق ويقودها قاسم سليماني. هذا هو المشروع، وبدليل كثير من الميليشيات تفتخر بأنها تأتمر بأوامر ولاية الفقيه، والبعض منهم يذهب أبعد من ذلك ويقول لو حدث هناك قتال بين العراق وإيران سنقاتل مع إيران، وهذا فعلا تجسد بالحرب القادسية. قاتلت هذه المجموعة التي الآن هي على سدة الحكم في العراق، قاتلت مع إيران ضد شعب العراق. فمشروعها معروف، مشروعها هو لخدمة إيران وتنفيذ أجندة إيران سواء في العراق وخارج العراق، وأصبحت هي ليس فقط قوة ضاربة لإيران داخل العراق على الشعب العراق، وإنما أصبحت أيضا قوة ضاربة لإيران خارج حدود العراق. فهذا هو مشروع هذه الميليشيات، ولذلك أخذت دعما غير سياديا من قبل إيران، وأخذت تمويلا وغطاء من قبل حكومة المالكي والعبادي وكل حكومات الاحتلال التي تعاقبت. فإذا هذا هو مشروعها. أما موضوع لماذا تريد أمريكا هذا الوضع في العراق، أمريكا تريد هذا الوضع في العراق حتى تبتز دول المنطقة، تجعل من العراق حالة من الفوضى، تهدد أمن الدول المجاورة، وبالتالي لكي تقول أمريكا أنها قادرة على محاربة الإرهاب تبتز هذه الدولة بالتسليح، وتبتز تلك الدولة بالتبرع، وأيضا تعطي فرصة بإيران أن تكون البعبع التي من خلالها أمريكا تخوف بها دول المنطقة. وهذا هو التناغم بين الولايات المتحدة الأمريكية والإيرانية بالوقت اللي أمريكا تعلن عن قاسم سليماني على قائمة الأرهاب، وهو يسرح ويمرح في العراق ويتجول يوميا، وموجودة القوات الأمريكية من الشمال إلى الجنوب. في الوقت الذي أمريكا تتهم إيران بالإرهاب، هي من وفرت لميليشيات إيران الدعم الجوي بذبح الموصل وأهل الموصل والأنبار بحجة محاربة داعش، وبنفس الوقت الآن الميليشيات تطلع من العراق، والعراق معروف عنه أنه مدعوم أمريكيا إضافة إلى أنه محتل إيرانيا، تخرج من العراق وتقاتل في سوريا دعما للنظام في سوريا ودعما لمشروع إيران هي وحزب الله في لبنان. إذن هذا هو الذي تريده أمريكا. أمريكا لا تريد استقرار بالعراق، أمريكا لا يفصل. لا, 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 لا ترغب أن يحكم العراق قيادات وطنية، أمريكا لا تصرف الحالة الوطنية بالعراق، أمريكا تريد عملاء وتريد دمى لكي تنفذ مشروعها ومصالحها. أمريكا جاءت للعراق تتبع، عندما قالت أنه سننشر الديمقراطية، أين هي الديمقراطية بالعراق؟ عندما قالت العراق لديه أسلحة دمار شامل، أين هي أسلحة الدمار الشامل؟ عندما قالت العراق لديه القاعدة، أين كان العراق من القاعدة ومن الإرهاب؟ كان ساحة نظيفة من الإرهاب. أمريكا هي من صنع هذه الحالة بالعراق، وتريد يبقى الوضع العراق هكذا حتى تبقى هي تتدخل بالمنطقة. وأنا أقول لك وأكد لك سوف لن يحصل أي نزاع بين منزاع مسلح بين أمريكا وإيران، وهذا كلام ضحك على الذقون من يعتقد أنه أمريكا تعتبر إيران عدو. صار 40 سنة إيران تقول على أمريكا الشيطان الأكبر، وتوجه خناجرها ورصاصها إلى العرب، وأمريكا تقول إيران محور الشر، وأمريكا تجعل من هذا المحور أن يذبح العراقيين والسوريين والعرب. نعم، سأعود إليك مرة أخرى ولكن بعد فاصل قصير لنتحدث عن حالة الفوضى التي يريدها الأمريكيون للعراق بهدف ابتزاز الدول مثل ما تحدث الأستاذ مازن التميمي. نكمل الحوار بعد فاصل قصير، كونوا معنا مشاهدينا الكرام.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة نصف الواقع العراقي الآن والمشهد العراقي خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، لا سيما مرحلة ما بعد الانتخابات. تحدث مركز أبحاث السياسة العالمية أستاذ شاهو عن أعضاء البرلمان المقبل، وصفوهم بأن هؤلاء سيكونون ممن ارتكبوا جرائم حرب. يعني ما الصورة التي ستلقي بظلالها على الواقع المستقبلي في العراق؟ بلا شك أن البرلمان طبعا هي مؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة، وهي لديها دور لتشريع القوانين أولا وللرقابة على السلطة التنفيذية ثانيا. ومن المهم أن يدخل هذا المجلس أشخاص لديهم كفاءة وقدرة عالية ولديهم إمكانيات تؤهلهم للقيام بواجباتهم القانونية أولا والتشريعية ثانيا في مجلس النواب. ولكن نحن نرى أن أكثر من 500 مرشح لديهم ولاء لإيران، من المرشحين الحاليين أكثر من 500 لديهم ولاء لإيران، هذا أولا. ثانيا نرى أن معايير اختيار المرشحين لم يكن معايير وفق الكفاءة والقدرة، بل كان معايير إما أن هذا الشخص لديه ولاء لإيران لأنه تم اختياره من قبل الحزب، أو معايير عشائرية، أو مواضيع توافق السياسي، بيع أو شراء الأصوات، من لديه المال يستطيع أن يشتري الأصوات ويدخل إلى البرلمان. من هذا نرى ملامح البرلمان القادم كيف يكون. من أشكال المرشحين في الوقت الحالي نرى مستقبل ماذا يكون. نحن الآن نرى أن المرشحين بالكامل ليس لديهم برنامج انتخابي. يعني في الدول المتطورة، في الدول المتقدمة، المرشح يقدم برنامج انتخابي وهذا تنتقد أو تستجيب لهذا البرنامج. المرشحين الحاليين يعتمدون على الهجوم على بعضهم البعض، لأنه لا يمتلك أي شيء حتى يقنع المواطن العراقي بدخوله إلى البرلمان. هؤلاء ليس يعني أغلبهم كما تفضلت من السلك العسكري يدخلون إلى البرلمان، يعني لا علاقة له هذا بوظيفة البرلماني. بعض الأحزاب الدينية عندما عرفوا وأدركوا أن ثقلهم وجمهورهم انخفض لجأوا إلى الخطاب المدني وإحضار شخصيات مدنية أو شخصيات علمانية ليبرالية، وهذا الأمر ليس لجوءا إلى الأفضل، بل هذه أمر طارئ لكسب الجمهور الغاضب الناقم على الأحزاب الدينية حتى يتم كسبهم عن طريق الوجوه العلمانية والليبرالية والخطاب المدني. يعني نحن نرى أن قيادات أحزاب ميليشياوية طائفية تستهزئ أحيانا بالدين حتى تعتبر نفسها مدنيا وتكسب الشارع الغاضب على الأحزاب الدينية. وبالتالي ما يجري من اختيار المرشحين ومن خطاب الأحزاب السياسية ليس في سبيل تقديم الأفضل، بل هي فقط لخداع الجمهور مرة أخرى وإقناعهم بأن هذه الانتخابات مصيرية. طبعا كل انتخابات يقولون أنها مصيرية وبعدها لا يتغير شيء، ويتقاسمون الكعكة ويستمر الوضع على ما هو عليه. وهذا البرلمان أيضا أنا أعتقد أنه إذا لم يكن أسوأ لن يكون أحسن من البرلمانات السابقة، من الدورات السابقة، لأن العينات التي نراها اليوم وكمية المهاترات التي تخرج من هؤلاء المرشحين من كافة الأحزاب يدل على أن نفس يعني الأخطاء سوف تستمر، نفس الأداء سوف يستمر. لا يمكن أن نشعر بأي تغيير في هذا البرلمان الموجود بوجود هذه الوجوه، لأن الأحزاب السياسية حتى لو حصل تغيير في وجوه المرشحين إلا أنه يخضع في الأخير لسياسات الحزب الذي هو الذي يوجهه. نحن ليس لدينا مرشحين مستقلين يستطيعون أن يغيروا. قد يكون هناك 10% من المرشحين المستقلين أو الأحزاب الجديدة التي تريد التغيير، 10% لا تستطيع أن تنفذ التغيير داخل البرلمان أو داخل الحكومة، بل الكتلة الأكبر والأحزاب التي تقاسمت النفوذ والسلطة منذ 2003 هي التي تسيطر على الوضع وهي التي تمرر القرارات والقوانين التي تريدها، وبالتالي يستمر الوضع على ما هو عليه. وما دام هناك نفوذ خارجي، طبعا إيران عندما قررت إدخال هذا الكم الهائل من المرشحين الموالين لها للبرلمان، حتى إذا لم تستطع السيطرة على رئاسة الوزراء تستطيع السيطرة على البرلمان، وجعل البرلمان قويا مقابل إضعاف رئاسة الوزراء. أما إذا حصلت على رئاسة الوزراء تجعله قويا وتهمش البرلمان، وبالتالي اللعبة يعني الإيرانيون يستخدمون الديمقراطية
لإخضاع الدولة والعودة مجددا إلى السيطرة بشكل قانوني وبشكل ديمقراطي على النفوذ والسلطة داخل العراق. هل هذا يعني أن إيران يعني مسيطرة على 100% من القرار السياسي في العراق في ضوء يعني حديثك عن هذا الأمر؟ بلا شك، لا يمكن اتخاذ أي قرار يكون ضد إيران داخل العراق. ورغم التجاوزات التي نحن نراها اليوم، يعني نحن نرى أن خيرات الإيرانيين الذين صدروها إلى العراق هو الميليشيات المخدرات، أصلاً نسبة الماء الذي من الممكن أن يقدموه لحكومتهم والتي هي موالية لهم لا يقدمون نسبة المياه الكافية للعراقيين، ويتسببون في تجفيف المياه عن العراق. وبالتالي هذه الأمور، إلا أننا لا نرى أي قرار عراقي ضد إيران أو ضد السياسات الإيرانية، بل نرى خضوع كامل. هذا كان هناك أمل لهذه الانتخابات أن يحدث تغيير مستقبلا، ولكن بسبب الوجوه الموجودة والمرشحين الموجودين وأشكالهم، نرى أن نفوذ إيران الذي كان عن طريق الميليشيات سيكون عن طريق القانون وعن طريق البرلمان، يعني بطريقة ديمقراطية تسيطر على كافة السلطات وكافة مرافق الدولة وسلطة تنفيذية وتشريعية، وبالتالي يكون نفوذها أمر واقعي لا يمكن التخلص منه بسهولة. أستاذ مازن التميمي، مع بقاء الدستور المبني على المحاصصة ومع بقاء العملية السياسية في العراق، يعني من وجهة نظرك يعني المرحلة المقبلة هل هناك تفاؤل؟ كيف يكون هناك تفاؤل؟ تحظل حكومة طائفية، حكومة بنيت على أساس المحاصصة، وبالتالي لم يتغير شيء خلال 15 سنة، حتى أنه المراقب أو المواطن يتكون لديه بارقة من الأمل، بل العكس، كل سنة تمر العراق في وضع أسوأ من السنة اللي قدها، وعدد القتل والاختطاف والسجون والملاحقات والترحيل مستمرة وبشكل تصاعدي. فبالتالي وبالعكس، الآن إذا عام 2014 كانت الميليشيات عددها 40، الآن صار عددها 120. فبالتالي يعني لا يمكن أن يكون هناك تفاؤل للمرحلة القادمة تحظل نفس هذه الوجوه ونفس هذه الكتل ونفس هذه الأحزاب. ونحن نعرف أنه هذه الأحزاب وهذه العملية تدار من قبل طهران، وإيران هي من ترسم السياسة، وإيران من ترسم خارطة الطريق. يعني كيف تجري انتخابات وعندما لم تتوفر الظروف الموضوعية لتعطيني أي انتخابات في العالم المفروض أكو بيئة آمنة؟ هل هناك بيئة آمنة في العراق؟ هل هناك أكو حالة استقرار؟ أكو بلد نص الشعب ماله مهجر ونازح، لو بالخارج لو بالداخل؟ طيب مفوضية الانتخاب اللي تسمى نفسها مفوضية مستقلة، هل هي مستقلة؟ هي أساسا موجودة على شكلت على أساس طائفي، ورئيسها رئيس أكبر حزب طائفي. فأيضا كيف سيكون دور هذه المفوضية؟ بعدين كيف يكون هناك انتخابات وأكو موجودة 120 ميليشيا لديها السلطة والمال؟ ابقى معي أستاذ مازن، إذا سمحت ابقى معي أستاذ مازن. أرحب بالدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور قحطان مرحبا بك. إلى أي نقطة ممكن أهلا بك دكتور قحطان، من وجهة نظرك إلى أي نقطة يراد للعراق أن يصل إليها وهو الآن في أسوأ حالاته؟ البنى التحتية مدمرة، ليس هناك يعني لا صناعة لا زراعة، ليس هناك تطوير، الميزانيات خاضعة للفساد وإلى التبخر، ميزانيات مليارية، العراق بلد ليس بلدا فقيرا وإنما هناك موارد هائلة وضخمة، رغم ذلك لا يجد العراقيين أو لا يجد العراقيون أي منفذ لسوء الخدمات ولسوء الواقع في العراق بعد مرور 15 سنة على هذا الواقع، ومن انتخابات إلى انتخابات ومن مرشحين إلى نفس الوجوه ولكن بأسماء وبألقاب مختلفة. يعني الآن إلى أي نقطة يراد العراق الوصول إليها؟ أكرر الترحيب بك وبالقناة وبالضيوف والمشاهدين الكرام. إلى أي نقطة يراد العراق أن يصل؟ هي عودة إلى أسباب الأساسية التي دعت إلى غزو العراق من قبل الأجيال الأمريكية والصهيونية، وإلى ما يتمنى العدو المحتل من العراق، وهو إخراج العراق بإنهاء قدراته الذاتية، إخراجه من أي معادلة أمنية أو عقائدية أو قيمية إقليمية أو دولية. وبالتالي العراق لابد أن في حساباتهم
حسابات المحتل وحسابات الذين يدرون عملية سياسية الآن وهي أساسا تحقيق سياسة الاحتلال. إلى حيث لا دولة، إلى حيث لا إرادة ولا قدرة كامية ذاتية على أن يؤدي صورا أمنيا أو قائديا كان أو سواء. وبالتالي هذا الذي وصلنا إليه، أنه لا توجد دولة بالمعنى الصحيح، لا يوجد جيش عقائدي بالمعنى الصحيح والمعنى المهني، لا توجد إرادة متكاملة للدولة العراقية سواء الحكومة بالذات أو الدولة بنظمتها. وبالتالي هي عملية إصرار النقطة العراق إلى نقطة لا دولة، وهو الهدف الأساسي الذي يراده الاحتلال الأساسي والذي يكمله الآن العملية السياسية بشخوصها بآلياتها بتشريعاتها. في ضوء ما تحدث به الدكتور قحطان خفاجي أستاذ الشاه القرداغي، يعني بالنظر إلى الواقع الاقتصادي العراقي، المديونية الخارجية 131 مليار دولار، الواقع الخدمي متردي، الفساد متفشي، يعني كيف يمكن وصف الواقع الاقتصادي في العراق في ظل كل هذه المؤشرات المتدنية؟ طبعا أنا أقتبس نص يقول أن الناس ولدوا أحرارا ولا زالوا أحرارا، ولا يمكن اتهام الأشخاص أو القبض عليهم أو سجنهم إلا من خلال قوة القانون، وكل المواطنين متساوون أمام القانون ومؤهلين ومتساوين على أن يعملوا في أي منصب من مناصب الدولة، وجميع المواطنين يمكنهم التحدث والكتابة والنشر بحرية. هذه مطالب الثورة الفرنسية بالقرن 18. الآن نحن بالقرن 21، والمواطن العراقي يتمنى ربع من هذه المطالب أن يحققها له السلطة العراقية. حقوقه كإنسان يعني. حقوقه كإنسان. بلا شك أن كان هناك أمل كبير عندما كان العبادي يقول البعض سوف نحاسبهم. البعض الفاسدين. بعض المجرمين. بعض الخارجين القانون. وفي الأخير تحالف مع البعض وتخلى عن هذه الشعارات. طبعا عندما نرى اليوم هناك، مثل ما هناك شعارات لمعاقبة الفاسدين، هناك أيضا أفعال يقومون باعتقال الفاسدين من خارج البلاد ويعيدونهم إلى العراق ويحاسبونهم. هذه كلها أمور انتخابية، جزء من الحملة الانتخابية. وإلا إذا كنت تريد أن تستغل الوضع الحالي والسلطة الحالية وتعاقب المجرمين الفاسدين، فإن الفاسد الأول هو رئيس الوزراء السابق الذي أهدر مليارات الدولارات من ثروة العراق، وقام بإخراج المليارات الدولار إلى خارج العراق. وبمجرد محاسبته ومعاقبته وقول يعني تطبيق عبارة واحدة من أين لك هذا، ينتعش الاقتصاد العراقي. بمجرد إعادة الأموال التي نهبت وسلبت من العراق يتم انتعاش الاقتصاد العراقي. الاقتصاد العراقي بسبب اعتماده على النفط، يعني الآن حتى ارتفاع سعر النفط، الآن هناك توقعات أن يرتفع إلى 80 وإلى 100 دولار، لا يهم المواطن العراقي. لماذا؟ لأنه لا يستفيد سواء كان 10 دولارات أو 100 دولار. أو 10 دولارات. لماذا؟ لأن السياسة التي يعتمد عليها الدولة هي سياسة فاشلة. والوضع الاقتصادي ما دام يعتمد فقط على قطاع النفط سيبقى فاشلا. لأن هذه الحكومة للأسف بقدر ما تفكر في بقاء نفسها، يعني الآن الشعارات الانتخابية فقط في هذه الفترة، في هذه الفترة هناك محاربة للفساد، هناك إصلاح اقتصادي، هناك اعتماد على عدة موارد، ولكن بعد الانتخابات وبعد نجاح الحزب والسيطرة على الحكومة ينتهي هذه الشعارات ويتبدل. تحدث الأستاذ مازن التميمي عن أن هناك يعني يراد للعراق أن يكون ضمن دائرة حالة الفوضى باستمرار. لماذا؟ لكي يكون مصدرا لتهديد وابتزاز الدول المجاورة، وبالتالي تحقيق المصلحة الأمريكية في ذلك. هل هذا يعني يلغي كل أمل في أن يتقدم العراق مستقبلا، يعني يضع هذا العراق تحت القرار الأمريكي؟ بلا شك أن الشعارات التي رفعها الإدارة الأمريكية عندما تم الهجوم على وإسقاط النظام العراقي السابق في 2003 كان ازدهار الديمقراطية ونشر حقوق الإنسان والحريات. لم يتحقق هذا. لم يتحقق أي شيء. أنا أتذكر حينها كان الناس يفرحون وكانوا يقولون سوف نعيش مثل الأمريكان، ولكن عاشوا مثل الصوماليين. يعني هناك وضع كارثي الآن. بالتالي الشعارات التي رفعها الإدارة الأمريكية العلنية لم تطبق على أرض الواقع. ولكن ماذا كان وراء هذه الشعارات؟ هل كان تسليم العراق لإيران؟ نحن نرى أن الواقع الحالي أن الغزو الأمريكي، بعد الغزو الأمريكي تم تسليم العراق لإيران، وبعد الانسحاب الأمريكي
2010 و2011 تم تسليم العراق بالكامل إلى إيران وتسلمت الإدارة بالكامل، وكان هذا بقبول أمريكي سابقا، وبالتالي إيران وأيضا الدول المجاورة قد لا تسمح أيضا إيران تستفيد من عراق ضعيف مستقر. هذا هو هدف إيران، عراق ضعيف ولكن مستقر بدون فوضى، لأنه قوة العراق تهديد لإيران. وكيف يبقى العراق ضعيفا؟ عن طريق سيطرة أحزاب ضعيفة مشتتة على القرار السياسي، وبحاجة إلى استشارة إيرانية دائمة. طبعا الإيرانيين يعترفون أن لدينا مستشارون في العراق، طبعا هم يديرون المشهد بالكامل، ولكن العراق إلى الآن هو غير مستقر. هو يحتاج عراق ضعيف مستقر، وبالتالي هذه العوامل الفوضى. وطبعا نحن نعلم أن الإيرانيين دعموا كافة المنظمات والميليشيات الإرهابية، هذا يقتل من الطرف الآخر والطرف الآخر منه يقتل، حتى يحتاج الجميع إلى إيران حتى تتدخل. ابقى معي لو سمحت أستاذ شهو. دكتور قحطان الخفاجي، إلى أي مدى ترى أن صورة المشهد العراقي الحالية هي كانت المستهدفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ أستاذ قحطان هل تسمعني؟ إلى أي مدى ترى أن الصورة الآن، يعني صورة المشهد العراقي، هي كانت المستهدفة من قبل الاحتلال قبل 15 سنة؟ نعم، أنا أؤكد ذلك. قلت بداية الكلام أن الذي الصورة التي يذهبون إليها هي التي أرادها الاحتلال، وهو أن يكون هناك بلد ضعيف بكل الضعف، فقدنا الاتصال بالدكتور قحطان الخفاجي الأستاذ العلوم السياسية. على أي حال نشكرك شكرا جزيلا دكتور قحطان. يبدو أن هناك خللا في الصوت، وأنتقل بسؤال للأستاذ مازن التميمي الباحث السياسي. أستاذ مازن، يعني من وجهة نظرك، يعني ما الحل والخيارات المتاحة الآن أمام العراقيين؟ هل في الانتخابات الحل؟ الحل هو رفض الانتخابات ومقاطعة الانتخابات ومقاطعة هذه العملية السياسية واستخدام كل الوسائل من أجل إجهاضها، لأن ثبت بما لا يقبل الشك لم تقدم شيء للعراق غير الدمار والقتل والاختطاف والتشريد. فبالتالي يعني من يشارك في الانتخابات سيشرعن الفساد، سيشرعن القتل، سيشرعن الاحتلال الإيراني، لأنه كلها هذه وعود خلال الحكومات السابقة في كل عملية انتخابية تطرح شعارات لغرض دغدغة عواطف الشارع ولكن لن يتغير شيء. فبالتالي الآن حالة الرفض أصبحت ملموسة أستاذي الفاضل، تقدر يعني أنت من المتابعين الآن من الشمال للجنوب لاحظ ماذا يجري للوحات والصور المرشحين، ألم تمزق؟ ألم تحطم؟ أليس هذا دليل على أنه الشعب رافض هذه الوجوه الكالحة، بدليل أنه لم يسلم حزب أو تيار أو شخصية معينة من التمزيق أو من تحطيم اللوحات؟ هذا هو صوت العراقيين الذي رافض لهذه الانتخابات. وأنا أكد لك أنه المشاركة بالانتخابات ستكون قليلة وربما ستزور حتى نسبة المشاركة، لكن من يشارك معناته سيساهم في تدمير العراق وسيساهم في أن يبقون هؤلاء على جسد العملية السياسية لكي ينفذوا ما تبقى من المشروع الإيراني. وبالتالي من حق الشعب العراقي أن ينتفض على فكرة أبيه لإسقاط هذه العملية السياسية. يجب أن تدعم المقاومة الوطنية العراقية والقوى الوطنية اللي رافضة لهذا الاحتلال الإيراني البغيض. فبالتالي من حق العراقيين أن يرفضوا، من حق العراقيين أن يستخدموا كل الوسائل، وأنا أطلب منهم أن تكون هناك حالة اعتصام ورفض في يوم الانتخابات لتكون رسالة للعالم وللمجتمع الدولي أنه العراقيين غير مؤمنين بهذه الانتخابات ولن يخرجوا إلى هذه الانتخابات، لأنه يعرفون نتائجها مسبقا ويعرفون من يدير عملية الانتخابات ومن وراء الانتخابات ومن هو المستفيد. فبالتالي هذا هو الموقف المطلوب من شعبنا، والآن شعبنا كله رافض هؤلاء. انظر ماذا يفعلون بالمرشحين عندما يزورون بالمحافظات، يصفوهم بكل المواصفات بكل الصفات التي لا يعني أنا بنفسي أن أنطقها، وهذا دليل على أنه العراقيين عارفين أنه العراق محكوم ومخطوف، والعراق محكوم إيرانيا من قبل إيران ومن قبل قاسم سليماني، ويعرفون أين تذهب ثروات العراق، ويعرفون ماذا دور
الميليشيات في العراق، فبالتالي الأمل الوحيد هو إسقاط العملية السياسية وبكل الوسائل. أما عملية من يتبجح بالديمقراطية دعونا نشارك، لماذا نترك العراق إذا لم نشارك سيبقى هؤلاء؟ طيب إذا شاركت أنت في الانتخابات أين أنت من هذه الحيتان الكبيرة التي لديها السلاح والمال والقضاء؟ أي انتخابات تحل قضاء مسير، وزارة العدل بيت وزير طائفي ينتمي إلى حزبه، الآن الهوية الطائفية تتقدم على الهوية الوطنية. هذا هو يجب على العراقيين أنه أن ينتفضوا لإسقاط هذه العملية السياسية، وإلا لا حل غير هذا الحل. أستاذ شاهو، بما يتعلق يعني المال والسلاح والقوة بيد سلطة الأحزاب والميليشيات في العراق، والواقع في العراق لا يتغير إلا كما يقول الأستاذ مازن بالانتفاض، من حق الشعب أن ينتفض، ولكن هل بمقدور الشعب أن يواجه القوة الموجودة في الميليشيات ولدى سلطة الأحزاب؟ بلا شك أن الواقع الحالي يعطينا الجواب واضح أنه لا يمكن التعويل. الانتخابات نحن رأينا في الانتخابات السابقة فاز العلاوي المالكي أصبح رئيس الوزراء، فاز المالكي العبادي أصبح رئيس الوزراء، وهذا يعطيك انطباع أنه رأي المواطن لا يمكنه أن يحدد سياسة أو طريقة إدارة الدولة، بل هذا الأمر يخضع لتوافقات من إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول الخليجية إلى دول العالم وبريطانيا، كلها تتدخل في هذه الانتخابات حتى تشكل ملامح الحكومة القادمة، وبالتالي الأصوات قد لا يكون لديها قيمة. ووصل إلى هذه القناعة جزء من الشعب العراقي بأن مشاركتهم أو عدم مشاركتهم للانتخابات هي متساوية ولا يمكن تغيير إحداث تغيير حقيقي. وإذا نظرنا إلى الانتخابات السابقة التي مرت بها العراق نرى أن بعد الانتخابات لم يحصل تغيير، وبالتالي لا يمكن التعويل على هذه العملية، لأن المنظومة السياسية بالكامل هي منظومة تعاني من المشاكل، وهذه الانتخابات سوف يكون انتخابات شرعنة الميليشيات وإدخالهم إلى البرلمان، وبالتالي فتح صفحة جديدة. وأنا أعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، ويدخل العراق في إمكانية عودة الفوضى من جديد وإمكانية حدوث فوضى من جديد، لأنه إلى الآن هناك انقسام مجتمعي، إلى الآن لم يحل المشاكل الموجودة، وبالتالي قد يشتعل الصراع من جديد. نشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو القرداغي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك أستاذ مازن التميمي الباحث السياسي العراقي، وشكر موصول أيضا للدكتور قحطان الخفاجي الأكاديمي والباحث وأستاذ العلوم السياسية. تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية في ختام هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر.